ثم أيضا هناك مع تخلية النية وتنقية النية أيضا تحلية النية، كما أنك تجرد النيات من الذات والملذات وما عدا رب الأرض والسماوات أيضا تحليها بأشياء. إيش؟ إنه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل امرئ ما نوى. من معاني هذا الحديث، من المعاني التي ينضح بها هذا الحديث، أن الإنسان يعني كما في حديث ابن عباس الآخر: نية المؤمن خير من عمله، كذا الربيع رحمه الله يقول بهذا هذا السند أيضا عنه عليه السلام قال: نية المؤمن خير من عمله. هذا الحديث نية المؤمن خير من عمله هو من معاني حديث ولكل امرئ ما نوى، من معاني. كيف؟ إنسان ينوي العمل أو أنه يقصد في نفسه: لو كنت أستطيع أن أفعل كذا لفعلت، ويعامل الله بهذه النية فيعامله الله بكرمه. كيف؟ يكتب له في صحيفته أنه عمله. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي العبد يوم القيامة وفي صحائفه أعمال لم يعملها، ما عمل شيئا منها قط، فيقول: أي ربي إن هذه الأعمال ما عملتها. لكن اليوم عاد بيستون طوعه، بيستون نزيه، لابد ما عملتها. فيقول: بلى عملت، أما نويت يوم كذا وكذا، ما قلت يوم الأيام لو كنت أقدر على فعل كذا وكذا لفعلت. فيقول: بلى يا رب. فيقول: كتبتها لك أنك فعلتها. فيجد في صحائف أعماله بسبب جمال نيته أعمالا ما عملها، أعمالا ما عملها. وترى الله تعالى ما يعامل العباد كذا، ما يعامل العباد بأعمالهم التي عملوها، لا، يعاملهم بكرمه وبنواياهم التي نووها. أنت الآن يوم دخلت الصلاة يوم قبل تكبيرة الإحرام، إيش نيتك؟ نيتك أن تصلي لله صلاة تامة كاملة خالية من جميع الشوائب والمثالب والمعائب، أليس كذلك؟ هذه نيتك. فهل كان عملك موافقا للنية؟ قول صحيح، قول صراحة، ما بنخبر حد، قول صحيح. ما يمكن لإنسان أن يرقى عمله لمرتقى نيته، ما كذا يا شيخ؟ ما يستطيع، لا يقدر امرؤ أن ترقى نيته لمرتقى عمله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن إيش؟ خير من عمله. العمل لا شك أنه أدنى من القصد. طيب الله تعالى يعامل العبد على قصده ولا على عمله؟ شوف الكرم الإلهي، يعامل على قصده ولا على عمله؟ على قصده. شوف الكرم. ولا لو عاملنا على أعمالنا كان اغسل يديك منا سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب، لأن إبليس الأعمال ولغ فيها. إيش يستوي؟ فيعامل. شوف، ولذلك لاحظ آخر سورة النبأ، آخر سورة النبأ لما من وسطها إلى آخرها، لما يقول: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ثم يجي عند المتقين قلنا: المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك. آخر قال آخر الآية: جزاء من ربك إيش؟ قل وفاقا، قل وفاقا، لا ما كذا نزلت، جزاء من ربك إيش؟ عطاء حسابا، يعني على حساب ربنا إن صح التعبير. تدخل أنت المحل كذا ويصلق واحد صاحب لك وانت عاد مكيس وكذا ومعلم ويقول لك: هذا على حساب، ما تدفع أنت شيء. فالعطاء هذا عطاء، جزاء من ربك عطاء ما وفاقا. لو كان وفاقا أنت لم تحصل للفردوس ولا حتى عند الباب الأول من الجنة وطب هناك إذا تستوي.
إذا وكان ولذلك كان يلحظ الصالحون الأوائل هذا الملحظ، فيقول بعضهم يقول اللهم إني لا أستحق أن أسألك جنانك لكني أعوذ بك من نيرانك. يعني أنا ما أهل أن أقول لك اللهم إني أسألك الجنة، ما أستاهل هذه، لكني أعوذ بك من النار، وبعد ذلك ما أنت أهل بي فاصنعه بي ما أنت به أهل. وجاء بعض الصالحين بعد موته رأوه مناما، رأوه في المنام بعد موته، فقيل ما فعل الله به؟ قال أوقفتني ملائكة الله وقالت لي كان هذا الرجل كان صواما قواما عابدا زاهدا طائعا قانتا منيبا، ومع ذلك يقول أوقفتني ملائكة ربي وسألتني بما جئت بما أتيت، إيش الأعمال التي عملتها؟ كممكن يقول صليت وصمت وزكيت وفعلت وفعلت، لكن قال إيش يقول هذا 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 الإنسان العارف؟ قال إن الفقير إذا وقف على باب الملك لا يقال له بما جئت إيش جايب، وإنما يقال له إيش يقال له؟ الفقير إذا وقف على باب الغني الملك يسألوه إيش جايب، يسألوه ماذا تريد، فهو يقول أوقفتني ملائكة الله وقالت لي بما جئت، فقلت لهم إن الفقير إذا وقف على باب الملك لا يقال له بما جئت، وإنما يقال له ماذا تريد، وقد أتيت أريد رحمة الله وعفوه وعافيته وفضله وإحسانه، ما قال أنا جايب ومسوي وعامل، عليه أن يعمل ما عليه ولا يكون ناظرا إليه. العبد لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمانا، والعبد لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمانا. من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. وعن إيش نعبد الله؟ عجب، نعبده جل امتثال أمره سبحانه ونهيه وزجره، فإن يشاء يرحمنا بفضله وإن يشاء عذبنا بعدله، فالملك والعزة والسلطان له كذا القدرة والبرهان.